بسم الله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى. الآن نمضي إلى الصفة الثانية، القيوم، أي لا يحتاج لأحد من الخلق أن يقوم بشأن الله. الله منزه عن الحاجة وليس بغافل عن ذاته العلية وصفاته البهية، ليس بغافل، فهو قيوم في حقه سبحانه وتعالى وقيوم بالنسبة لخلقه أجمعين. لو كانت مفماش قيومية يتمتع بها كل كائن من البرية والخلق أجمعين ما كان أي شيء يكون له كيان، ولا يكون له سلطان، ولا يكون له دور. إذن قيوم بالتمام والكمال ليس من جهته سبحانه وتعالى من حصرا، بل من جهة خلقه أنا، لأن قيومته من تفيد حالته سبحانه وتعالى، وقيومته هي نعمة أزدها إلى خلقه. فبقيام قيوماته كانت الأكوان. نسأل الله السلامة في كل زمان ومكان.